اهلا بيكم معانا. ورمضان دايما مميز في ست البيت، وزي ما عودناك ورمضان عندنا، رمضاننا النهارده بطعم مختلف، بطعم جزائري. معانا ضيفه جميله من الجزائر، معانا نوال. اهلا بيك يا نوال. اهلا وسهلا، ميرسي يا نرمين على كل سنه وانت طيبه الجميله دي. ربنا يخليكي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبصحه وسلام، والشعب المصري كله طيب ورمضان كريم على الكل. ولو في جزائريين بيسمعونا اقول لهم صحه رمضانكم وكل عام وانتم بخير. رمضان الكريم ان شاء الله. نوال النهارده هتعمل لنا وصفات جزائريه مميزه جدا، يعني كلمينا عنها يا نوال. والله انا النهارده هعمل لكم اكتر طبق بناكله في رمضان. اوكي. وتلاقيه في غالبا 90% من البيوت بيعملوا شوربه فريك ويعملوا بوراك، اللي هو يعتبر سبرينج رولز عندكم، لكن احنا بطريقه مختلفه. والشوربه بتاعتنا بيبقى فيها مكونات كتير، وتعتبر وجبه كامله متكامله. الوجبه اللي هي هتعملها لنا او الشوربه فيها لحمه وفيها خضار، عشان كده هي وجبه متكامله. هنبدا مع بعض الشوربه يا نوال. فتح. نعمل ايه بقى؟ هنولع النار ونحط اول حاجه. نهدي النار شويه بعد اذنك. اوكي. محتاجه معلقه لو سمحتي. هنحط شويه زبده، مكعب صغير كده. حلو. شويه كمان شويه. اوكي تمام. نوال مش عايزه تحط زبده كتير، لان عشان انا بستعمل لحمه ضاني. اوكي. في ناس ما بيحبوش الضاني، لكن هي ما بتبقاش حلوه غير باللحمه الضاني. تعمليها يا برقبه يا بكتف ضاني. انا النهارده عملته لكم بالضاني عشان احنا ما بناكلش غير لحمه غنيه. يعني ده كتف ولا رقبه؟ ده كتف. كتف ضاني في الشوربه بتاعتنا. هنسيح الزبده بس شويه. كله هيبقى بارد في بارد، يعني كله هيبقى على بعض. يعني الشوربة ما بنعليش النار، احنا بنحط كل المكونات مع بعض كده اهو. ادي احنا حطينا اللحمة، نحط عليهم البصل ونحط البصلة. هنحط كرفس كمان، وهنحط كرفس الاثنين. انت حاطة العود وال كله مع بعض. كله مع بعض. يعني العيدان الكرفس وكمان تمام. الورق الكرفس. هنحط كمان حبشيها شويه. اوكي. ممكن تقلبي وقولي لي انت عايزه تحطي ايه؟ بس اتفضلي. مش معلقه كمان؟ ادي معلقه. اتفضلي. بوطي لك النار شويه احسن لو سمحتي. اوكي. عايزين نزود كزبره، وهي اساسها كزبره كتير. اهم طعم فيها هو الكزبره. طيب الكزبره عندك الناحيه الثانيه. اوكي اتفضلي. شوفي انت بقى ايه. هنحط كزبره كتير، اللون الاخضر، حتى الضيوف حاطين اللون الاخضر، يعني الطبق بتاعهم اخضر في اخضر. ايه البهارات بقى اللي بنحطها فيها يا نواف؟ هنزود شويه نعناع دلوقتي، وبعدين نبتدي نحط بهاراتنا. اوكي. النعناع بقى مفروم ولا ورق كده؟ لا قطعيه لي او اقطعه اللي يريحك. اوكي. احنا ممكن، انت عارفه ان انا بعمل النعناع والاوراق دي كلها بحب اعملها بالمقص. انت بتستعملي مقص ولا بتستعملي سكين؟ بستعمل مقص كتير. وريح. احنا كده لحمتنا تتشوح شوية. أيوة. من غير ما نحط بهارات ولا ملح ولا اي حاجة دلوقتي. انا عايزة اللحمة بتاعتي تاخد طعم الكزبرة وتاخد طعم الكرافس وطعم النعناع. اوكي. كده كفاية نعناع؟ ولا عايزة دلوقتي كمان؟ هنزود في الاخر خالص. اوكي. ادي النعناع بتاعنا الشكل ده كده. تسلميلي. كلمينا بقى اخبار الجزائر ايه في رمضان، بيعملوا ايه؟ ايه المميز يعني؟ بصي، ما بيفرقش عن رمضان في مصر كتير، يعني مع اختلاف العائلات واختلاف المستويات الاجتماعيه، ويعني هتلاقيه تقريبا شبه مصر، يعني ما بيختلفش كتير. بس يمكن من مكان لمكان، لان انتوا الجزائر كبيره ومناطق كتير. احنا في العاصمه طقوسنا
انا شايفه انها شبه طقوسكم، يعني بيبقى فيه فطار، وعامه بيبقى فطار شوربه. تمام. الناس الكبيره بتروح تصلي تراويح وعشاء، والتانيين يقعدوا في البيت اللي عنده مذاكره عشان تاني يوم بيبقى عنده امتحانات عامه. والتلفزيون زينا يعني، زينا زيكم. انا على ايامي ما كانش فيه فضائيات كتير. كان الموضوع ملموم شويه يعني. لكن انا عشان دلوقتي بقى لي سنين كتير في مصر او في شرم بالذات يعني. نوال يا جماعه متجوزه مصري، فهي نصها جزائري ونصها مصري. واتمصرت اكتر كمان بعد ما عاشت في مصر فتره طويله. هنزود دلوقتي بهاراتنا. بهاراتنا بقى اللي هي ايه بقى؟ شوفي انت بهاراتك. هنحط شويه ملح، انا مش بحط كتير عامه. هحط شويه ملح، هحط فلفل. حط لك معلقه نظيفه عشان ايه باستمرار كده نقلب. ده فلفل ابيض انت استعملتي؟ انا بستعمل فلفل ابيض افضل. اوكي. وممكن لو ما حد ما عندوش فلفل ابيض نحط الاسود. الاسود عادي. اوكي. نحط شويه قرفه. وهنحط قرفه. يبقى بهاراتنا ملح وفلفل ابيض او اسود لو مش عندنا الابيض، وعندنا قرفه كمان. هنحط قرفه. البابريكا هنستنى عليها عشان ما تتحرقش دلوقتي. اوكي. يبقى هنحط بابريكا بس متاخر شويه. هنحط كم جزره. دول جزر متقطع طويل لسبب واحد، ان انا هحط طماطم بعد كده. اوكي. يبقى انا محتاجه يدوني حلاوه الجزر في الطبخه بتاعتي. ممكن نشيلهم في الاخر في التقديم، لكن انا باكلهم عشان بيبقوا حلوين. ده على اساس ان انتوا بتحبوا الطعم في الاكل يبقى فيه شويه حلاوه كده، وعشان اشيل الاسيديتي بتاعت الطماطم بدل ما احط سكر بحط جزر. اوكي. تمام. احنا هنسيبها دلوقتي على النار. هي بتفضل هنا على نار هاديه. احط هدا هنا. ايوه. دلوقتي عايزه اعمل مرحله ثانيه، ان انا هجيب نوال جايبه لنا حله مميزه بتستعملها في الجزائر، او هم في الجزائر بيعملوا بيها نوعيه الشوربه دي. الحله دي بيبقى فيها مصفه بالشكل ده، يعني 2 في 1. احنا طبعا في مصر ممكن ما نلاقيش الحله دي، فهنست موجوده واللي ما عندهوش ونفسه يعمل الشوربه دي يحط مصفه ونغطيها من فوق، هتدينا نفس النتيجه. اوكي. هتحطي بقى دي. هحط دي. اوكي. هحط الطماطم بتاعتي المتقطعه، الجزء المقطع لتحت عشان انا عايزاها تعرق عشان تنزل كل العصاره اللي فيها. الطماطم بتبقى متقطعه نصين ولا اربعه؟ يعني يستحسن تبقى متقطعه نصين. نصين علشان نحطها ويبقى وشها لتحت والقشره لفوق. اوكي. بالشكل ده كده. تمام. دلوقتي هنقفل عليها. نغطي بقى كل ده. كي. عشان احنا عايزين الطماطم تنزل كل العصير بتاعها على الشوربة تحت. هي حركة لازم نعملها مع الحلة دي. في حاجة. ايوة. عشان ما بتطلعليش، مش عايزاها البخار يطلع. بخار يطلع. ويضيع مني. دي طريقة الطبخ. انا مضطرة الفها كده لمدة دقيقتين. يعني نعمل فوطة مبلولة ونلف الحلة بالشكل ده عشان نحتفظ بالبخار جوه الحلة، ما يطلعش البخار خالص. تمام. بس ممكن اعلي كده شوية النار. شوية صغيرين. نعلي النار. ونظبط مطبخنا. احنا يا نوال في ست البيت المطبخ لازم يبقى على طول أكيد مميز. اكيد انت كده كمان مش كده؟ انا عارفة ان عنك انك كده. طيب هنعمل ايه تاني بقى نوال بعد كده؟ هنسيب دي على النار دلوقتي. اوكي. نظبط النار بتاعتنا شوية. طب احنا عندنا الطبق الثاني هيبقى ايه يا نوال؟ قبل ما ندخل على الطبق الثاني سوري. انا محتاجه انقع شويه الفريك دول. اوكي. عباره عن فريك ناعم اخضر. تمام. لو ما لقيتوش ممكن تحطي مكانه برغل. اوكي. ناعم برضه. طيب بتنقعيه قد ايه يعني؟ هنقعه 10 دقائق 5 دقائق في ميه عاديه ولا ميه دافيه؟ يبقى نجيب الميه من الكتل.
انا مش مضطره احط كل دول عشان هي هتبقى كميه قليله يا دوب لاربع افراد. اوكي هحط كميه معقوله. يعني قد ايه تقريبا؟ معلقتين مثلا فريك؟ معلقتين، معلقتين ونص. اوكي ماني اهم. هنحط لهم شويه ميه عشان يتنقعوا فيها. كده كفايه نملاها عشان هم عشان هينفش. تمام. اوكي بالشكل ده كده. وبالمره يتغسل كمان. يبقى هو كده على جنب دلوقتي. ونعمل ايه تاني؟ نعمل قولي لنا الطبق التاني هيبقى عباره عن ايه. الوصفه التانيه اسمها بوراك، تتعمل بورق اسمه ورق ديول. مش هيبقى موجود في مصر لكن ممكن نعوضه بورق جلاش. طيب. هي عباره عن لحمه مفرومه ببصل وبقدونس كتير وشويه زبده، ونعملهم زي سبرينج رولز ونحمرهم. اوكي ماشي. ونقدمهم بليمون. ماشي. طيب دلوقتي عايزين نضيف حاجه على الشوربه. عندنا شويه اضافات لشوربتنا. اوكي. لو تاخدي بالك دلوقتي هتلاقي اهو ان الطماطم خلاص جهزت. اوكي اوكي. الطماطم دي هنعصرها عشان يعني تنزل كل العصير بتاعها. تمام. اوكي ماشي. هسيبها كمان شويه. اوكي هتضيفي ايه بقى؟ دي انا عايزه اضيف الكوسه. الكوسه والحمص. الكوسه متقطعه صغير قوي بالشكل ده كده. نشيل بقى ايه الحله بحالها. مش كده؟ اوكي هشيل دي ونحط الكوسه. انزل شويه كوسه. وطيلي النار شويه لو سمحتي. اوكي وتضيفي ايه تاني يا نوال؟ ضيفي لي الحمص. ونضيف الحمص كل ده. اوكي ونضيف الحمص. مش لازم كله بس كده. تمام. اوكي انا دلوقتي عايزه اخد ميه واعصر الطماطم بتاعتي. اوكي ميه سخنه دافيه. دافيه درجه حراره الاوضه كده. حطي لي شويه هنا. اوكي بس. تمام كده. تمام كده عشان يعني احنا بنعصر الطماطم او بنستنى بمعنى اصح لما الطماطم دي تنزل كل العصير بتاعها عشان تنزل تحت تسوي لي الشوربه بتاعتي. طيب احنا هنكمل مع بعض الشوربه بعد الفاصل، ومش هنحط اي اضافات عشان تفضلوا متابعينا في شوربه جزائري. استنوني بعد الفاصل.